بالترتيب. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحة مزيانة؟ وليداتكم كلشي بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي حاجة. كيف عاملين؟ كلشي مزيان؟ اليوم فياق بكري بكري بكري، عرفت اليوم النهار دلاصال، ضروري ما غنشارك معاكم هذا النهار، عارفة انني نقدر غنحفزكم، حيت شحال من وحده كتبغي تعمل شي حاجه لكن بدون تحفيز ما كتقدرش تعمل. لذلك الحبيبه ديالي انا هنا باش نحفزك وباش تنوض تعمل بزاف ديال الحاجات اللي هما مهمين في الحياه ديالك. اول حاجه اللي عملتها هو هي اللي فقت، اول حاجه غنبدا بها هو الماكله. علاش؟ حيت اليوم انا عندي الشغل بزاف وعندي لاصال، ومين كنمشي نتريض وكنجي نتوما عارفين دابا في الاول كنجي مهلوكة شوية، اذا كخصني نقضي بزاف ديال الحاجات قبل ما نخرج. هيدا باش مين كنجي كنرتاح ونقدر نمشي للمحل وانا فرحانة ومرتاحة. نوجد الغدا وندوز نوجد الفطور. مرحبا ديالك هنايا كيف لاحظتوا عام سبحان الله العظيم دخل تلقائيا قال لي ماما فين هو الفطور الملكي ديالي، حيت هو ديما كيقول لي بالنسبه للفطور كيقول لي عمل لي فطور ملكي، كنقول له شو انا كنعمل لك فطور خاص ليك شي حاجه مميزه باش بغيت يفطر لي وداكشي. المهم هنايا كيف لاحظتوا عملت طويجن ديال لاصوص وزدت عليه الجنبه وكراميل، والله يجعل شي بركه، كتجي لذيذة ومزيونة، وعملتها بداك الطريقة. وهنايا تشوفوني كنجفف تقول له اش كتعمل هادي على الصباح بكري؟ عندي واحد الفكرة يا الحبيب ديالي، وسخ لي داك الموطع وقلت اجي نضرب هيدا واحد التشفيفة، اما الدنيا اغلبية كنصبحها نقية باش هكذا ما كيكونش عليا جهد كبير، خصوصا في النهار اللي ما كتكونش عندي مساعدة، يعني كنعرف راسي كلشي غيجي لوجهي، اللهم كنوض وكنحدك اولا كنحدك قبل ما ننعس. صافي انا جبرتوني ندخل باش نوجد اول حاجه لانش بوكس ديال علاء. بالنسبه للعلاء عارفه كل واحد شايقول لي، كاين اللي غيقول لي لا بتيبانه ماشي صحيه، لكن انا كنعطيه الحاجه اللي يقدر ياكلها لي في الحضانه. ونزيدكم واحد الحاجه، راه انا عندي واحد الشويرف راه كي هو كيطلب شنو خصو، يجيب لكم الله، راه كيجي ويفتح داك البواطه هيدا ويطلل ويشوف واش ما عملتي لي شي هادي واش ما عملتي لي شي هادي، عادكم تسهلوا يجيب لكم الله الصغيور وتقولوا لا صافي هذا اللي عملتي له هو هذاك، لا هذا اكثر من عمر. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، سبحان الله العظيم شفتوا مؤخرا بديت كنفيق بكري، علاش كنقول لكم الاهميه ديال الفيق بكري؟ تخيلوا دابا حاليا انا كنسجل لكم هذا الاوديو وهذا الفيديو ودابا 8:30 ديال الصباح، تخيلوا انا فرحانه ونشطانه، ما معصبه ما مطبوخه ما مخسره، ما كنحس براسي فيقت بكري بقوه انني تانس. وعاد نزيدكم حاجه اخرى، تبارك الله حتى عمرو بدا كيفيق بكري، هو بيدو بدا كيفضل انه يفيق بكري احسن، اما شحال هادي كان كيفيق معطل وكيمشي كيقول لي لا انا ما نفطرش يا ماما حتى لاخر ساعه. هنايا بغيت نشارك معكم هاد الشيشه هادي اللي شريتها البارحه اللي باقي في بلاستيكه، هادي الشيشه ديال الريف عرفتو كتحمق كتجي لذيذه لذيذه بزاف، شريتها من عند داك الناس اللي كيكونوا هيدا في كاسابراتا جالسين، جبرتها عند واحد السيد تما قال لي هادي الشيشه ديال الريف وشريتها كتجي لذيذه ومزيونه. واللانش بوكس ديال علاء شفتو عباره على هاد الشيء هذا، التمار شتيتو الزبيب شتيتو اللوز واحد جوج بيضات وعملتلو داك بتيبانو شتيتو المطيشه، انا قلت لكم راه عندي شويه رف وكيختار ويتبختر. وصافي غنعمل له واحد البنانه هيدا في هاد العيبه ديالو. بالنسبه للفطور د عمر هو هذا، عمر ما كيدير لا نتوما عارفين راه تبارك الله كبير والعام اللي ماجي عنده بكالوريا، والله يوفقو يا ربي الحبيب دعيو لي معاه. صافي بالنسبه للفطور ديالو عملت له هيدا، عملت له مقيله فيها شتيتو د لادان فيمي مع بيضات شتيتو د اللوز حتى هو واحد ثلاثه التميرات واحد بنانه وهاد بتيبانه بالتوت. بهاد الطريقه مي كننزل الفطور بحب ومزيون ومزوق كيف راح وكيعجبو.
محمد كيقول لي غتحصل فيه نهار اللي غتنزل له شي حاجه عاديه يبدا يقول لك علاش وعلاش. بالحقش نقول لكم الحبيب ديالي الساهل ظريف ظريف معايا وحنين وتبارك الله عليه ربي يحفظه يستاهل. صافي بالنسبه للتيشا كيف لاحظتوا عملت فيها الطويجنات عملت لهم شتيتو السكر حيت كتعجبهم بالسكر وشتيتو ديال الحليب. صافي عملت فيها الطويجنات هادو باش علاء ياكل غير واحد الطويجن اذا قدر حيت ما كيقدرش يفطر هذاك باقي واحد نعوس ما كيقدرش واخا كيفيق ما كيفيق شتيتو ماشي تلتم حتى كيخرج يضرب فيه الوعد كيتصحصح. صافي هنايا القطيطه ديالنا لهنا شوفوا جالسه لوحد الحاجه ديالو ودابا يلا نلبس عليا باش تمشيو معايا. ها انا جبرتوني لبس عليا عملت لك حل عملت هاد الكابوتشا هادي في الغز وسبردينا في الغز ايوا غنمشي لاسانسريد غنديكم معايا باش نجيب لكم الحامس. انا من النوع اللي ما معايا شي الملاغه عرفتوا راه اذا بطلت واحد النهيوار مشيت فيه بقى دائما نبطل اللهم ما نبطلش وصافي. يلا وتنشوفوا الزنقه كيفاش نورجو واش كاين شي قيله ولا لا هاد من المناطق. شوفوا لي هنايا علاء طالع له الدم الحبيب ديالي دائما ملي كنمشي للمدرسه كيمشي للحضانه ما عجبوش الحال كيقول لي لا خليني ودائما انا نبدا نقرا انا البارح نهار كامل وانا نقرا ايوا ربي يحفظ لكم وليداتكم ويخلي لكم كل ما عزيز عليكم. صافي هنايا تلاقيت صاحبتي مريم اللي هي هذه صاحبتي هذه قديمة عرفتو قبل اليوتيوب وقبل كل شيء دخلنا انا وياها باش هذا نتحمسوا كيف لاحظتوا ميزان ما وريت لكم شي الوزن ديالي باش ان شاء الله من غنطيح غنشارك معكم وغتشوفوا الحقيقه ديال شحال كنت كنوزن ما نقول لكم شي دابا وشحال غنرجع ان شاء الله نوزن وغنشارك معكم داك الشيء عيد عيد بدقه التفاصيل باش تعرفوا عندي عزازين كنبغي نحمسكم. شوف الثمن هذيك مزيونه ديك راه هي شوف هذا ناقص السكر هذا الريجيم مزيون كيشبع يعني كتما في الزليل فمزيون مزيون صافي مزيون فيهم الحار لاحظتيهم واعرين هادو ثلاثة بأربعة وثلاثين درهم مزيون 550 هادي قسمها له اللي إذا كان شي قطة وكالة عطيها لك هي وبنتها عطيها جوج جوج بالنسبة اللي عندهم وليدات في المدرسة شو رايبي واحد هذا واحد غاطا وكاينة حتى في الرايب هما باقيين كاينين اسمح لي صافي هنايا جبرتوني وصلت للدار نشارك معكم الحاجات اللي شريتهم. بالنسبه لهذا الرايب شريت واحد ب 12 درهم كيعطيوك واحد اخر باطل بالنسبه للرايبي كتدي مثلا جوج كيعطيوك جوج باطل عنده اثمنه مزيونه كيعملهم السبت والثلاث يعني هذا النهوره كيعمل فيهم اثمنه واعره بزاف ومزيونه وهنايا نوت ديريكت باش نعدل واحد العصير قبل تمن بدل عليا حيت شي دا زولت خصني نلبس عاد نصور معكم لذلك خليت كابوتشا ديالي ودخلت نيشان باش نشارك معكم هذا العصير هذا اللي هو واعر بزاف التفاحه والخياره وشتيتو ديال الكرافس هي الصراحه صعيب شويه شحال اللي كتشرب الحريره بارده بالحق ماشي مشكله بالنسبه للواحد باش الصحه ديالو مزيونه وداكشي. صافي هنايا جبرتوني مشيت للمحل في العشيه بطبيعه الحال من بعد ما تغديت وكل شيء اول حاجه جمعت حويجات ديال الناس الكليان اللي خصوصا الناس ديال الجمله اللي كيشريو من عندي دابا حاليا كنقول لكم بالصحه والراحه. وهنايا دخلت باش نشارك معكم هاد الجليبات اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو كاين جوج موديلات وكل موديل في الالوان ديالو من غير الكحل للاسف نسيت ما صورتوش في موديل الاخراني لكن ديك الساعه ان شاء الله نشاركو معكم صوروا معكم انا حيت الكحل ديالو كيحمق وبزاف ديال الناس اللي كانوا كيسقسيوني على الكحل. شوفوا لي هاد اللوينات هادو هاد الموديلات هادو كيفاش فنين وكيفاش كيحمقوا شوفوا لي الطريزه والعقيدات بزيوني هادو الجليليبات ديال الدوام ديال دائما ديال صبن ورد يعني كتصبنها وكتعلقها ما كتبلانشيها ما حتى حاجه الثوب ما كيتكمش ما حتى شي حاجه راه الناس كيجيو عندي للمحل وكيشوفوا كنجبدوها من بلاستيكه مطلوقه ما كتكمش بصفه نهائيا حتى اذا كانت تكمشات واحد شويش كي كتعلقها كيضرب فيها الهواء كتطلق. هذه هي الجلابه اللي كنسميها انا الجلابه ديال الدوام وديال دائما كتبقى معك
يعني ماشي عندها واحد الفتره وهي تكمشت وهي قصرت او لا شي حاجه. هادو باش تقدر تدي بهم وليداتك للمدرسه، هادو باش تقدر تمشي تسخر بهم، تمشي شي سخره شي عشيه شي حاجه هي هيده. اما الجليبات الغاليين هادو كيتمشاو في المناسبات بحال العيد الصغير العيد الكبير مناسبه المولد شي عراطه شي حاجه بحال هكذا، ماشي ديال دائما. باش نكونوا واقعيين، باش تشري جلابه ب 1500 او 2000 درهم وتسخر بها وتمشي بها لوليداتك المدرسه، لا، هادو الجليبات شتويين سخيخنين شويش ومزيونين ديال دائما بحال اللي قلت لكم. وحتى بالنسبه للناس اللي باغيين يعاودوا فيهم البيع، فكره واعره بزاف. سمعني نقول لك واحد الحاجه، اذا كنتي انتينا سيده مثلا كتمشي غير انا كنمشي للمدرسه مثلا كنجبر شحال الامهات واقفين تما جالسين كيضيعوا الوقت كيبقاو هضره، حق راجلي قال لي وعمل لي وحق الجاره شفتيها حامله وعيالها عند العيله باقي صغيره، وهاد الهضره هذه كامله وكتكون هضره عباره على خاويه والنميمه ولا صافي، يعني بحال اللي كنقولوا ضيع الوقت. اللي بغيت نقول لك، حاول انك تعمل مشروع، حاول انك تشري وتعاود البيع، ماشي غير في الجليبات، في قفيطنات، في بيجامات، في الحويجات، في السراول، في السيكان، في الحاجات بحال هيدا. حاول تكون ذكيه، حاول تكون واحد الانسانه اللي اي جلسه كتجلسها الا وليها عندها فائده. هاد الهضره هذه كنقولها لكم، دابا انا كنبيع جلالب مثلا ياك، كنشارك معكم، بامكاني انا نشارك معكم ونقول لكم شوفوا الجليبات وشوفوا هذا اللون وشوفوا هذه. لا بالحق هذه الهضره كنقولها للربات البيوت، للناس اللي جالسين، الناس اللي كيكونوا محتاجين، واغلبيه المشاكل كتكون بسبب ديال الفلوس ما كاينش، اولا بسبب ان الراجل ما كتكونش عنده داك الفلوس اللي غيبقي يعطيك دابا ساعه حقه تشري وهذه وخصك كادو وخصك وخصك وخصك، كل واحد والله يحسن العوان. على داكشي كنقول لك في عوض ما تضيع الوقت ديالك في حاجه خاويه وفي الهضره خاويه، حاول ان تضيع وقتك في شي حاجه اللي تكسبك، وما تقولش لا وما تقولش كنخاف. خصوصا دابا راه البيجامات جبرهم ب 80 درهم وتعاود فيهم البيع، جليليبات انتينا كتشوف 200 250 درهم تعاود فيهم البيع. بالنسبه للقنيدرات يعني حاول يكون عندك هذا التفكير هذا، وانا ما كنهضرش مثلا من فراغ، كنهضر من الواقع اللي كنشوفه انا بيدي معيني. كنكون مثلا ماشي ندي على الحضانه وكنجبر شحال الامهات، تخيلوا كيبقاو من 9 الصباح حتى ل 12 الوحده وهما باقي تما كيهضروا كيستناو ولادهم وكيهضروا حاجه اليوم خويين. لذلك الحبيبه ديالي يعني حاول انك مثلا تقدم وتزيد القدام، وما نقول لك شي خيط ولا عمل باقي، ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات على هذا الموضوع هذا وبزاف ديال الحاجات اللي غنقدر انني نشارك معكم بطبيعه الحال، غير باش نفيدك وتزيد للقدام، حيت هذا الشيء كيفرحني. ومين كنتلقى شي وحده كتقول لي باللي انا تبدلت الحياه ديالي اولا رجعت كنعمل هادي وكنعمل هادي وبسببك من بعد الله، عرفت، كنفرح بزاف، كنحس بواحد الاحساس اللي هو مزيون، احساس اللي هو واعر. واذا لاحظتوا واحد الحاجه، راه بزاف ديال الناس عندهم مثلا قنوات في اليوتيوب، عندهم باج في انستغرام، في تيك توك، في الفيسبوك، كيبيعوا فقط، عمره ماشي واحد مجبره وكيقول لك لا حقه انتي نعمل وفعل وفعل. يعني اغلبيه الناس كيبغيو الخير راسهم بوحدهم، لكن بحال اللي كيقولوا انا ما تربيتش هيدا. وفي نفس الوقت يعني داك المعزه اللي كتعزوني وداك الميساجات وداك التعليق اللي مزيونه اللي كتكتبوها لي، وكنقول ولو نرد لكم واحد الجزء اللي هو صغير، هو انني ننصحكم شحال من وحده تقدر تكون جالسه دابا وكتسمعني ويكون عندها مشاكل مع راجلها غير بسبب الفلوس، اولا مشاكل مع ولادها اولا مع عائلتها ولا شي حاجه غير بسبب الفلوس، لكن اذا فكرت وخدمت مخها راه تقدر انها ما يبقاوش عندها داك المشاكل بصفه نهائيا وتحلهم غير براسها، حيتاش كل واحد بحال اللي كنقول لكم والمقدره ديالو. ودابا حاليا المشروع راه ممكن انك تبداه ب 1000 درهم وغتبدا المشروع ديالك وغتخدم بشويه بشويش وتكون ذكيه. باقي ان شاء الله نشارك معكم التفاصيل ديالو بطبيعه الحال من ارض الواقع، وعارفه بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا ويشريو اولا اللي كيخدموا ما يعجبهمش الحال، لكن انا لا يهمني الامر. بحال اللي كنقول دائما، كل واحد ورزقه، كل واحد ورزيق ديالو، حتى واحد ما كيدير رزق اخر. بحال اللي كيقولوا كيكونوا محلات مستفين حدا بعطيتهم بالحق رزق، هذا ما كيدي هذا وده هذا ما كيدي هذا.
وهاد الفكره هذه بمجرد انها تكون عندكم ما تحمدوا الله وتعرفوا باللي رزقك ما يديه لك حتى شي واحد. لذلك واخا تنصح واحد اخر ما كاينش مشكل بصفه نهائيا. ودابا هنايا غنكون شاركت معكم تقريبا الموديل الاولاني، ما فيه شي بياسات بزاف، قولوا تقريبا شي 50 بياسة على ما اظن. ودابا هنايا غنبدا لكم في الموديل الثاني اللي هو هذا اللي قلت لكم ما شاركتش معكم الكحل. هذا الموديل هذا لون في لون، فيه طريزه بالعقيده نص سوق، جلبه فنه كتحمق مزيونه. انا قلت لكم صبن اورود جبده بلاستيكه ولبسناها، يعني غير كتبقى شويش كتطلق وكترجع واعره ومزيونه، وفيها هاد اللوينات هادو اللي هما مزيونين حتى هما. بالنسبه للموديلات اللي فاتوا كاين اللي باقي اللي فيهم شي بياسات قلال بلا الوان بزاف، كاين موديل ممكن نعاودو وكاين موديل اللي ما غنعاودوش بالمره، حيت انا كيعجبني التغيير، ما يعجبنيش موديل نبقى نعاودو مثلا اكثر من مره. صافي موديل عملت فيه 100 بياسه بركه، ما نزيدش انني نخدم فيه بزاف. فهمتوا اللي بغيت نشرح لكم؟ وبالنسبه للناس بغيت نقول هاد الهضره، بالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي بعض المرات ما كيجبروش الالوان، اولا كيجبروا داك الموديل تالا، هذاك الموديل اللي كانوا فيه كمام كان تالا دغيا، هادو كيكونوا الناس بيع وشرايا كيشريو من عندي، مين كيشريو من عندي ما كتبقى ليش داك الكميه. صافي مثلا كنكون طلقت الفيديو مثلا مع ثلاثه ما كتجي داك 8 حتى كيكونوا شراو من عندي، على غدا مي كيجيو المحل كيجبروها السلعه كاينه لكن تبعت. لذلك كنقول لاي وحده يعني اي بياسه بغيتيها ولا عجباتك نزلت الفيديو حاول تواصل معايا في ديك الساعه اولا في ديك الليله ولا على غدا في الصباح ما تفوتاشي. لكن اذا فوتي ما كتعرفش، اذا كانت شي حاجه مكتبه لك راه غتبقى لك، واخا سبحان الله العظيم تتبع وترجع وتبقى لك ليلك، حيتاش كتكون نتينا هي اللي يعني مكتبه ليلك. سبحان الله العظيم كل واحد ورزيق ديالو، كل واحد وكيفاش هو. وصافي هنايا نكون ساليت معكم هذا الفيديو هذا، كنقول لكم شكرا بزاف للتعليق ديالكم والهري خطيكم عليا، والله يحفظكم الله يعطي لكل وحده فيكم اي حاجه كتمناها في الحياه ديالها، وامنوا باللي رزقكم ربي عمره ما يخيبكم، وحاول انك تفيق بكري وشاهد وخدم على راسك وكون مكافحه وان شاء الله توصل بعيد 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 بزاف، وبركه من الشكوى ما تبقاش تشكي شكي على الله، وربي هو اللي غيجبر لك الحل، وهو ربي اللي غيقدر يوصلك لاي حاجه انتينا كتمناها. ودابا السلام عليكم، انا قلت لكم ما سخيتش بكم بالحق، صافي فيديو تالا، وان شاء الله باقي مره اللي ما جا نشارك معكم اللون كحل ديال هذا الموديل هذا. وبالنسبه للناس اللي سمعوني يدخلوا عندي الواتساب ويجبروا. وبالنسبه للارقام هادو هما الجوج اللي كاينين في الشاشه، هادو هما الارقام فيهم الواتساب، مرحبا بكم. اذا تعطلنا عليكم الشيتو عذرونا، راه كيكون واحد الضغط هو اللي كيخلي الواحد انه يتعطل. ودابا هنايا صافي تالا الفيديو مره، والسلام عليكم وشكرا مره اخرى.